تحيا مصر بشعبها وجيشها العظيم من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة، إليكم أبرز عناوينها. الرئيس: مصر تحولت إلى واحة من الأمن والاستقرار. توفيق: دحض المحاولات الخبيثة لجماعة الإخوان الإرهابية. موضز: الاقتصاد المصري ينمو بوتيرة قوية. واشنطن تهدد باغتيال خليفة سليماني. وإليكم تفاصيل النشرة. مصر تحولت في أعوام قليلة إلى واحة من الأمن والاستقرار، هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة بحضور مجموعة من الرموز الوطنية والشخصيات العامة وأسر الشهداء، قائلاً: إن التاريخ سيتوقف طويلاً بإعجاب أمام التجربة المصرية النابعة من قوة الإرادة وصلابة عزيمة شعب مصر الأبي الذي أدرك بحسه الوطني أن مستقبله لن يبنيه أحد غيره، فصبر وتحمل قسوة الإجراءات الاقتصادية غير المسبوقة في ظل أوضاع إقليمية ومحلية غير مستقرة، لكنه مضى في طريقه رافعاً شعار نكون أو لا نكون، مشيراً إلى أن ما تحقق على أرض مصر من إنجازات اقتصادية ونهضة عمرانية سيكون مرتكزاً للانطلاق نحو بناء الدولة المصرية الحديثة التي يسودها العدل وتعلو فيها قيمة الإنسان. في يوم من أيام العزة والكرامة والوطنية تمتزج فيه مشاعر الفخر بتضحيات رجال هانت عليهم أنفسهم ولم يهن عليهم وطنهم، فقاتلوا وصمدوا وضربوا أروع الأمثلة في الذود بالروح والنفس دفاعا عن شرف الوطن وإعلاء لقيمته العليا التي سكنت داخل نفوسهم واستقرت داخل ضمائرهم. ومع شعورنا بالفخر الذي يعلو جبين أمتنا، يتنامى لدينا إحساس بأن جينات الصمود وسمات البطولة متأصلة ومتوطنة، تنبت بها الأرض المصرية الطيبة أجيالاً وراء أجيال. من جانبه، أكد لواء محمود توفيق وزير الداخلية أن الوضع الأمني المتميز لمصر يأتي تجسيداً لموقف دولة وقرار قيادتها وإرادة شعبها وتضحيات رجال الشرطة الأوفياء الذين يعون مسؤولياتهم بشكل كامل، مشيراً إلى أن الأمر لا يتوقف عند مواجهة الأعمال التخريبية بل يمتد ليشمل حروب الجيل الرابع واستقطاب الشباب بالأفكار والأخبار المغلوطة وترويج الشائعات والدعوة لاستخدام العنف، قائلاً: ستظل السياسة الأمنية تعمل بقوة لتحقيق المزيد من الكفاءة في الأداء وتطوير الإجراءات الوقائية والاحترازية لدحض المحاولات الخبيثة والمستمرة لجماعة الإخوان الإرهابية التي تدير التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها للنيل من استقرار الدولة المصرية في ظل عوامل متداخلة لمناخ إقليمي يسود الاضطرابات والعنف ويتيح للإرهاب فرص الدفع بظلال السوداء. وخلال الاحتفالية كرم الرئيس عدداً من أسر شهداء الشرطة تقديراً لجهود ذويهم والتضحيات البطولية التي سطروها، فيما تم عرض فيلم بعنوان المهمة حول أبرز المداهمات لأوكار العناصر الإرهابية وتفكيك خلايا المتطرفين وتقرير حول نجاح الداخلية في تطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط طنين من الهيروين وثلاث أطنان حشيش وملاحقة التشكيلات العصابية مما أدى لتراجع الجريمة، إضافة إلى جهودها في ملاحقة جرائم الأموال العامة والتهرب الضريبي وضبط جرائم بقيمة 81 مليار جنيه. كانت الداخلية أعلنت بمناسبة عيد الشرطة عن بدء تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة بمقر المصلحة في العباسية والسجلات المدنية والمطارات، حيث تتيح الماكينات الجديدة استخراج شهادات الميلاد منها المباشرة فضلاً عن بعض الوثائق الأخرى. المشروعات القومية العملاقة لعبت دوراً في تحفيز نمو الاقتصاد المصري، هذا ما أكدت مؤسسة موضز العالمية للتصنيف الائتماني في أحدث تقاريرها الصادرة اليوم، قائلاً: إن الاقتصاد المصري ينمو بوتيرة قوية بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة ومبادرة البنك المركزي التمويلية لدعم قطاعات رئيسية بالاقتصاد، ما يسهم في تحفيز النمو الائتماني، منها مبادرة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لترتفع إلى 20% من إجمالي محافظ البنوك الائتمانية،
إلى جانب مبادرة دعم القطاع العقاري مشيدة بالتشريعات والقوانين الجديدة التي ساهمت في تغيير شكل مناخ الاستثمار في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. توتر أوروبي بريطاني من جديد، فقد هدد الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بفرض عقوبات على بلاده إذا أخفق في الالتزام بفحص البضائع عند البحر الأيرلندي عقب الخروج من الاتحاد بريكست، مما يفتح مجالاً لإثارة خلاف جديد محتمل مع بريطانيا. وقال ميشيل بارني كبير مفاوضي الاتحاد عن بريكست في تصريحات نقلتها صحيفة الاندبندنت البريطانية إن أوروبا لن تسمح بأي تراجع أو تطبيق جزئي للإجراءات، وذلك بعدما قرر جونسون أن هذه الفحوصات لن تكون ضرورية. وتهديد أمريكي لإيران، فقد لوحت واشنطن بوضع إسماعيل قائني على قوائم الاغتيال. وقال براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران إن خليفة قاسم سليماني القائد العسكري الإيراني الذي لقي حتفه في هجوم أمريكي بطائرة مسيرة سيواجه نفس المصير إذا سلك نفس النهج في قتل الأمريكيين، مشيرا في تصريحات بمنتدى دافوس العالمي إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب قال منذ فترة طويلة إلا أن أي هجوم على أمريكيين أو مصالح أمريكية سيواجه برد حاسم. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.